المرأة الفلسطينية التي ناضلت، التي ضحت بأبنائها وضحت بنفسها من أجل القضية الفلسطينية، أجت لتؤكد أنها شريكة للرجل، شريكة بالوطن، أجت لتؤكد أنها ستحافظ على الثوابت الوطنية، لتقول لكل العالم أن المرأة الفلسطينية والشاب الفلسطيني وكل أبناء شعبنا كلنا متحدين في وجه هذه المؤامرات التي تحاك ضدنا، ضد صفقة القرن، ضد الضم، ضد أي مؤامرات تحاك ضدنا للشعب الفلسطيني. وأيضا أتينا لنوجه رسائل عديدة. أولا لنا كفلسطينيين يجب إنهاء الانقسام، يجب أن نتوحد في وجه هذا الطاغي الذي بشراسته يسيطر على كل أراضينا ويريد طمس القضية الفلسطينية. يعني بالتأكيد اليوم يوم مميز لخروج المرأة الفلسطينية لتعبر عن غضبها ورفضها لصفقة القرن، وأيضا لإعادة الاحتلال للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية وخاصة الأغوار وما حولها. اليوم نرسل رسائل للعالم أجمع أن الاحتلال يجب أن يزول، ويجب أن نعود إلى قرانا التي هجرنا منها عام 48. وقفتنا هنا أمام قرانا التي هجرنا منها هي رسالة للعالم أن المرأة الفلسطينية هي أيقونة النضال، وترسل رسائل لكل العالم وللأمم المتحدة ولمجلس الأمن. يجب أن تطبق قرارات مجلس الأمن وخاصة قرار 194 بعودة اللاجئين وإحقاق حقوقهم وتعويضهم عن سنوات العذاب التي واجهوها من الاحتلال الإسرائيلي. الاتحاد ماذا يريد أن يقول يعني؟ أولاً اليوم تجمع نسوي حاشد بغزة، اتحاد العام للمرأة والمؤسسات النسوية. أولاً نقول إنه هذا الاحتلال العنصري يجب أن ينتهي ويزول. لا لكل قرارات الضم، ستبقى فلسطين حرة ولن نتنازل عن جزء من الأرض الفلسطينية. والسكوت الدولي وقراراتنا اللي لم تنفذ إلى هذه اللحظة، السكوت العربي والمتآمرين على القضية الفلسطينية من ناحية التطبيع، من ناحية القوانين اللي أقرتها الأمم المتحدة، كل هذا احنا طبعا ضد الانقسام. كمان احنا كمان غضبانين ضد الانقسام، لانه وحدتنا هي الاساس، وحدتنا هي طبعا هتنشلنا من كل هذه المآزق ومن كل هذه المؤامرات. للضم، لان الضم هي سياسه عنصريه تتبعها الجيش الاسرائيلي من اجل الاجهاض على الارض الفلسطينيه. شعب يناضل من اجل حريته، دفع الاف الشهداء والجرحى والاسرى وهدم البيوت واقتلاع الاشجار، لا يمكن ان يستكين. الدوله الفلسطينيه حق مقدس للشعب الفلسطيني، والقدس العاصمه للشعب الفلسطيني، ولا يمكن لنا كشعب ان نتنازل عن حقنا في اقامه دولتنا الفلسطينيه.